واحد يسألني ويقول لي هو ليه عمدة الإنجليز والفرنسيين ما احتلوش الصعيد زي ما احتلوا القاهرة ودخلوا البلاد اللي حواليها؟ أرد عليه وأقول له يعني هم قدروا يحتلوها وما احتلوهاش يا أبو عمو؟ دول كل ما يبعتوا قوة للصعيد يطلع الصعيد يعملوا معاهم الواجب وزيادة. وعلشان حلقة النهاردة عن معركة البارود، يبقى هنتكلم بس عن معركة البارود واللي وقعت في مدينة جفت ومات فيها أكبر عدد من الجنود الفرنسيين منذ بداية حملة نابليون بونابرت على مصر. طيب إيه اللي حصل؟ علشان إحنا بنحب التفاصيل، ده اللي هنعرفه معانا في الصعيد الديواني مع بهاء العمدة. بدون ما ندخل في معارك جانبية بين الصعايدة والفرنسيين زي اللي حصلت في إسنا واللي حصلت في جوص وكمان جرجة وكلها معارك في شهر فبراير عام 1799 وقبل معركة البارود بأيام، لكن أبرز كل المعارك دي هي معركة البارود اللي حصلت في جفت جنوب محافظة جنة، واللي حكايتها بدأت لما قائد الاحتلال الفرنسي لمصر نابليون بونابرت قرر يسيطر على بلاد الصعيد ويضمها ليه وبالمرة يطرد فلول المماليك اللي هربوا إلى الصعيد بعد احتلال القاهرة. وهنا جهز نابليون أسطول مكون من 12 سفينة عملاقة وجهزها بأحدث المدافع وحشد عليها حوالي 5000 جندي فرنسي، وخلى أقرب أصدقائه وأهم قادته الجنرال ديزيه يكون قائد على الحملة دي بحيث يدخل يسيطر على بلاد الصعيد ويخضعها لنابليون والفيلم يخلص كأن الصعايدة وأهل الصعيد لقمة سهلة هيغمسها ديزيه ويقدمها لنابليون بونابرت. المهم اتقدمت السفن الفرنسية بقيادة السفينة إيطاليا وعليها القائد ديزيه بيتبعوا 5000 جندي فرنسي مسلح، وزي ما قلت لك انه خلال شهر فبراير بس حصلت مناوشات في جرجة وجوص وإسنا، وفي كل المناوشات دي نجح الصعايدة في طرد السفن الفرنسية من بلادهم، لدرجة ان ديزيه قرر يرجع بالسفن دي ناحية الشمال بالقرب من جرجة، ما يعرفش ان كان راجع لقضاء. وقتها كان في تحالف قوي منتظرهم، التحالف ده كان عبارة عن مجموعة من الصعايدة على المغاربة على ناس من الحجاز ومعهم شوية من المماليك. لكن السؤال هنا ايه اللي جاب المغاربة واهل الحجاز هنا يحاربوا الفرنسيين في جنة جنب اهل الصعيد؟ اللي جابه باختصار ان نابليون بونابرت لما احتل مصر والخبر طار ووصل للحجاز كان في شيخ مغربي اسمه محمد الجيلاني شغال واعظ في الحجاز بيوعظ الناس في الحرم، ولما الشيخ الجيلاني المغربي ده سمع ان نابليون والفرنسيين احتلوا مصر، الرجل ده نادى في الناس حي على الجهاد ولازم نحرر مصر من الفرنسيين. اجتمع حوالي 4000 مجاهد من المغاربة على اهل الحجاز على غيرهم تحت قيادة الشيخ الجيلاني، هجوم عن طريق البحر الاحمر ونزلوا القصير وزحفوا لحد ما وصلوا ارض المعركة، واجتمعوا مع الصعايدة المتوعدين لاسطول فرنسا وناويين له على نية سودة. وفي قرية البارود اللي قبل المعركة كان اسمها نجع بقطر كان الاهالي مسكين العصي والشوم والنبابيت والبنادق القديمة ومنتظرين سفن نابليون تعد من قدامهم، وكانوا بيحتموا بفروع الاشجار من سخونة البارود اللي رماها ديزيه في النيل وهو في طريقه لناحية الجنوب. وبمجرد وصول سفن الفرنسيين في عز الليل والدنيا ظلمة نط السباحين الشباب في النيل وعاموا لحد ما وصلوا للسفن وبدأوا ينجروها من تحت علشان تدخل فيها المية وتغرق. ولما عرف المجنون ديزيه ان المجاهدين هيقتحموا السفن قام امر باشعال النار في اهم مركبة وهي السفينة ايطاليا اللي النار اشتعلت فيها وجنودها قفزوا في المية، وكان الصعايدة والمجاهدين العرب ليهم بالمرصاد واللي يخرج كان يتقتل. لتسفر المعركة عن حريق 12 سفينة وتدمير كل أسلحة وذخائر الفرنسيين ومقتل 500 جندي فرنسي في حالة تعتبر هي الأكثر خسارة في أعداد الجنود الفرنسيين منذ احتلال نابليون لمصر. ومن يومها يوم 3 مارس يعتبر العيد القومي لمحافظة جنة. وقبل ما أنسى وإحقاقا للحق، وزي ما قلنا ان المغاربة واهل الحجاز شاركوا الصعايدة في المعركة، لازم نقول انه كان في 4 شباب زي الورد من المنصورة بيتكلموا الفرنسية كويس وكانوا شغالين طباخين على سفن الفرنسيين وكانوا بينقلوا اخبار الضباط والجنود للصوار الصعايدة والمجاهدين بحيث يكونوا عارفين كل الخطط والتحركات لتنتهي معركة البارود بالنصر لصوار الصعيد
اللي سقط منهم حوالي 120 شهيد وعدد من المصابين من جنة ودشنة ونجح حمادي وسوهاج وإسنة وجوس ولوكسور وعرمنت والمطعنة وإدفو وكومومبو وناس من كل شبر في أرض الصعيد. لو عايز تعرف أسماء الأبطال اللي شاركوا في هذه الملحمة هات صفحة 314 من كتاب 92 يوم على ظهر الحمار، هتلاقي القصة بالتفصيل وبالأسماء. استنوني في حلقة جديدة مع شخصية جديدة من شخصيات الصعيد الديواني. ده بعد ما تشارك الفيديو ده، لأن مشاركة الفيديو على صفحتك الشخصية بيعتبر الدعم اللي باخده من حضرتك علشان استمر في نشر سلسلة رجال من الصعيد. وما تنساش تسيب لي تعليق تقول لي فيه اسم شخصية مشرفة حابب نتكلم عنها أو حادثة مشرفة لأهل الصعيد حابب نتكلم عنها. صعيد الديواني، حكم ومعاني وحكاوي من زمان وحشاني.